بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم مباراه كره السله رجال النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش. تاتي المباراه في اطار منافسات بطوله القاهره لهذا الموسم. المباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره في تمام الساعه 6، يعني بعد حوالي ساعه من الان. قبل ما نتناول طبعا المباراه فنيا وتحليليا من كل الجوانب، بحب ارحب بضيوف المنورين في الاستوديو. الكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر ورئيس قطاع الناشئين السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، منورنا يا كابتن. ده نورك يا كابتن هيثم، وبرضك عاوز اقول ان قناه الاهلي على كميه الانشطه اللي بتغطيها دي يعني تشكروا فعلا عليها. شكرا لحضراتكم يا كباتن. حضراتكم كباتن النادي الاهلي، برحب بالكابتن محمد سلعاوي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، وطبعا كان تولى العديد من المناصب وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، واحنا شرف لينا وجودنا في قناه الاهلي ومع مذيع متالق، وربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن، حضرتك منورنا ومشرفنا. كابتن سلعاوي، بتهيألي المباراه النهارده يمكن اصعب، يمكن النادي الاهلي اول امبارح استطاع انه يفوز على مصر البترول، يمكن الشوط الاول والثاني كان كلوز جيم شويه، تات والرابع فتح السكور زي ما توقعنا. مباراه النهارده شايفها ازاي يا كابتن في ظل برضو استمرار وجود الغيابات الكثيره في صفوف النادي الاهلي، نتيجه طبعا اللعيبه اللي شاركت مع المنتخب واخده راحه ونتيجه المحترف لسه ما انضمش، شايف المباراه النهارده ازاي كابتن؟ يعني المباراه هي عباره، فرقه الاهلي بتلعب عباره عن فرقه ناشئين مطعمه ببعض من الدرجه الاولى عشان تبقى الامور واضحه من الاول. الراجل المدرب مستمر على التجربه بتاعته في الدفع بالناشئين. المباراه النهارده مش هتكون تقسيمه ولا تاديه واجب، المباراه هتكون صعبه شويه، وخاصه ان طلائع الجيش من الفرقه الوحيده اللي قدرت تفوز على الاهلي السنه اللي فاتت. فالمباراه هتوصل هتبقى مباراه ممتعه، الناس هتنبسط، ونتمنى النادي الاهلي يؤدي اداء عالي، يؤدي اداء يطمن الناس على الفرقه الموسم ده، ومن خلال متابعاتنا انا وكابتن طاهر ان الفريق يعني بيتمرن بجديه والامور احسن ان شاء الله السنه دي. لكن هي مباراه مش هتبقى سهله، ومباراه ممكن تحسم في الاواخر، لكن مش هتبقى من الاول سهله، لان فرقه الجيش فرقه كبيره ومسكها طارق خيري مدرب كان ماسك النادي الاهلي قبل كده، ومعظم لعيبه نادي الجيش من النادي الاهلي، وفريق كويس متكامل بيحقق نتائج كويسه في ظل الامكانيات. تمام يا كابتن. كابتن طاهر، تتفق مع كابتن السلعاوي في ان مباراه النهارده مش هتبقى سهله نوعيا او نسبيا كمباراه مصر البترول، ولا راي حضرتك يا كابتن؟ انا اعتقد ان هي هتبقى ماشيه ايكوال في مراحل كتير من المباراه، لان طبعا الغيابات ما زالت يعني زي ما هي، وده اعتقد ان هو فكر المدرب ان يدفع بالناشئين ويحطهم في الصوره ويديهم فرصتهم، وبعدين كمان ان هم لعبوا الماتش اللي فات، وحساسيه الدخول في المباراه او حساسيه بدء الموسم بالنسبه لهم، وموسم درجه اولى وخدوا فرصه، ابتدت يعني الى حد ما تتلاشى، وابتدت دلوقتي اعتقد ان هم هيأدوا اداء كمان احسن من اللي فات، لان المره اللي فاتت ادوا اداء كويس قوي، يعني معظم الناشئين اللي اتلعبوا واعتمد عليهم في الماتش كامل ادوا اداء كويس، ادوا اداء كويس، فعلى هذا الاساس خدوا ثقه، فدي اللي ايه ممكن تخليهم ان شاء الله يكون افضل، لان الخصم دلوقتي خصم قوي مع مدرب كفء نادي الجيش، رغم ان هو كل لاعب معظم لعيبته يعني كلها من النادي الاهلي، انما فريق كبير طبعا، فريق كبير طبعاً. ومدرب كفء واداره يعني قويه وليها باع وخبره كويسه، فهيبقى الماتش يعني ايكوال، بس هو استراتيجيه بتاعت المدرب. خلينا نشوف يا كابتن النهارده اللي هيحصل ايه. بس الساده المشاهدين، كنا سجلنا لقاء مع كابتن احمد الجرحي بعد لقاء مصر البترول، خلينا نشوف قال ايه وارجع لحضراتكم تاني. ثلاث مدربين كبار على اعلى مستوى
كل واحد بقى الظروف ممكن تعكسك فتره، ممكن تبقى الظروف مهيئه ليك فتره، فطبعا كل واحد فيهم اضاف للفرقه، كل واحد فيهم فاد الفرقه، وكلهم مدربين كبار على اعلى مستوى، احنا كجهاز استفدنا منهم. يمكن مستر اوجستي عنده كل واحد بقى ليه بقى فكره، انت عارف مدارس بالظبط زي ما بقول لك، التعامل مع اللعيبه كويس جدا ومع الجهاز، ويعني دايما في روح في التمرين، دايما في، وده كان موجود بصراحه حتى مع كوتش ماريو او مع كابتن اشرف، لكن هو طبعا اكيد كمستر اوجستي اكيد بصمته حبان بقى في الماتشات اللي جايه لما الفرقه تكتمل، وان هو يحط ايده على المفاتيح اللعب بتاعته، وهو عارف، هو ما شاء الله يعني عارف كل حاجه في الدوري المصري، ان هو بقى له سنه في الدوري وعارف حتى كل اللعيبه الناشئين لانه كان بيتفرج عليهم السنه اللي فاتت في ماتشات المراحل السنيه، ففكره كويس جدا، مدرب على اعلى مستوى، ان شاء الله هيكون اضافه للنادي الاهلي. بنحضر لفتره الاعداد، هو بيقول لي اللعيبه اللي تحت 20 وتحت 18 بيقولهم لي بالاسم، يعني انا مش كنت بصراحه متفاجئ من النقطه دي ان هو عارفهم كلهم وعارف واتفرج عليهم، بحكم ان هو بقاله سنه في مصر ما تقريبا ما سابش ماتشات باسكت ما اتفرجش عليها، ودي نقطه بصراحه ساعدتنا احنا كجهاز، يعني بدل ما انت تقعد لسه تحكي له على لعيب وامكانياته وتوري له فيديوهات، هو عارف اللعيب فبتتناقش معاه بس فيه مجرد اراء، فدي نقطه وفرت وقت كتير علينا الحمد لله. يعني طبعا اكيد اللعيبه دي عارفه اللي حضرتك بتقوله، والمدرب نفسه عارف، بدليل ان هو بطوله منطقه القاهره اللي احنا بنلعبها، قال لي انا عارف ان البطوله دي لو خدناها بالنسبه للجمهور ولا حاجه، بس لو انت خسرت فيها هتبقى كل حاجه، فهو عارف الضغوطات، ان المدرب او اللعيب اللي في النادي الاهلي على طول في ضغط، انك لو ماتش ودي الناس عايزه تكسب، الناس عايزه على طول النادي الاهلي في المركز الاول. يا رب السنه دي، يعني كان عندنا بعض الثغرات ممكن في مراكز معينه، يعني سدينا الاحتياجات بتاعتها ان شاء الله. الصفقات دي يعني انا ما اعتبرش الصفقات صفقات الا لما تلعب وتادي ويعني وتبقى اضافه للنادي، يعني مش بالاسماء طبعا، ولا انت جبت مين، الملعب هو اللي بيتكلم، اللي عايز يثبت نفسه ان هو صفقه ناجحه للنادي، الملعب والمباريات والبطولات هي اللي هتعمل له ده، وان شاء الله يعني كل اللعيبه اللي جت النادي على اعلى مستوى، معدل اعمارهم هايل في العشرينات، صغير لسه، مع بالظبط مع اللعيبه الناشئين، يعني حضرتك شفت النهارده كتير، ولسه كمان في محمود وليد، ولسه في عبد الله، في لعيبه كتير ناشئين على اعلى مستوى، هتشوفهم ماتش الجيش هتلاقي منهم ناس مختلفه بتلعب، فان شاء الله ربنا يكرم ويبقى النادي الاهلي يفوز بالبطولات السنه دي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كلام كابتن احمد الجرحي منذ لحظات، يمكن الكلام ما اختلفش كتير عن الاستراتيجيه اللي باينه في ارض الملعب، ان هو طبعا التوجه بالدفع بالناشئين والاعتماد عليهم، ومش بس زي ما كابتن طاهر رجب قال يعني الاستوديو اللي فات مباراه مصر التامين، قال ان هو الدفع مش بس ان هم يبقوا متواجدين، لا ده لازم يكونوا شايلين وليهم وجود بشكل كبير. كابتن طاهر يمكن واضح يعني الكلام ماتشنج مع اللي بيحصل في ارض الملعب من الدفع بالصغار، وقال لك كمان كابتن احمد قال لك لا ده مش بس في ناس لسه بره صغيرين، محمود وليد وعبد الله ناصر، وهتشوفهم في ماتش الجيش. فعلا الكلام ده مظبوط، وكمان الاسمين اللي قالهم دول هيبقى ليهم مستقبل جامد جدا، اللي هو محمود وليد وعبد الله ناصر، ده برضك منتقل من نادي الشمس بس من احسن الناشئين اللي ظهروا في مصر، والفكره انك انا بعتمد عليهم دلوقتي عشان اتاكد واشوف ان هم هيمثلوا الاهلي تمثيل كويس في الفتره اللي هتبقى فيها يعني متساوي مع فرق كتير، وهيبقى شديده المنافسات اللي هتشد، فانت هتحتاج دفع لناشئين يكونوا فعلا يقدروا يشيلوا. صحيح، ودي لقطات من المباراه اللي فاتت اللي كانت اول امس مع مصر للبترول، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي في اولى مبارياته في تصفيات منطقه القاهره. كابتن سلعاوي يعني اجل حضرتك، يعني وضع طبيعي ان هو يبقى الدفع بالناشئين، بس ما شاء الله يعني النادي الاهلي، انت حضرتك قلت كلمه حلوه جدا في بدايه الاستوديو، نادي فريق الشباب مدعم بثلاثة أربعة، يعني معنى كده نقدر نقول واحنا مطمنين ان مستقبل كره السله في النادي الاهلي في امان.
طبعا في امان وفي بخير، وعندنا قاعده عريضه جدا جدا من ولاد النادي اللي المفروض ياخدوا يعني المفروض ان هم يتحطوا على الخريطه بتاعه النادي. يمكن معلش يا كابتن اقطع حضرتك، يمكن كابتن طاهر رجب يعني احنا معانا ضيفنا النهارده، والراجل يعني بامانه يعني ليك فضل كبير في اللي احنا شايفينه ده كابتن طاهر بصراحه. ودي حقيقه يعني لا ينكرها احد، ويعني ان شاء الله يعني كل الولاد اللي طالعين كان كابتن طاهر رئيس قطاع الناشئين، وولد ولد من دول ولاعب لاعب من دول كان تحت رعايته، وهو كان بيتوسم فيهم دائما ابدا الخير. يمكن احنا دلوقتي بنجني ثمار اللي عمله كابتن طاهر وكل المدربين اللي شاركوا معاك يا كابتن طاهر. الله يخليك، ده شهاده نعتز بيها، وده بيتنا صحيح. واحنا الاهلي ده نخدمه بعينينا زي ما هو رعانا الفتره الطويله، سواء في لعب او تدريب او شغل. ده حاجه انا اكرمك يا كابتن، حضرتك قيمه كبيره، وكابتن سلعاوي كمان دلوقتي انت بتنتقي المواهب وبتشارك بشكل كبير وعارف كل زملاء كبيره ان شاء الله. في احنا عندنا قاعده كويسه جدا. طبعا كابتن طاهر كان رئيس قطاع الناشئين لفتره طويله جدا، بعد ما انهى مهمه التدريب وطلع من تحت ايده، لدرجه احنا حافظينهم بالاسم الاولاد دي وعارفينهم من صغرهم لغايه يعني نتوسم فيهم خير. وعلى طول احنا بنحظ اياكم الغرور، لازم تكونوا على قد المسؤوليه اللي انتم بتاخدوا فيها وراهم على طول، حتى الاولاد الاصغر منهم المراحل السنيه، وانت حضرتك بتشوف في عينك لما بتبقى متواجد احنا. صحيح. صحيح. لكن اللي احنا عايزينه نقوله ان لازم يثبتوا بقى هم يعني النادي عمل اللي عليه، والمدربين شيل بقى كل واحد بقى يهتم بنفسه، يهتم بوضعه، يهتم بحاله، يثبت ان انا فعلا استحق هذا المكان. طب كابتن قول لي يعني النهارده ماتش الجيش، احنا في انباء ان المحترف وصل، هل هيلعب هل ما لعبش؟ هنشوف دلوقتي. ما اعتقدش هيلعب لان اعتقد انا لسه في كشف طبي وكليرنس وكده، ما اعرفش. انا سمعت انا سمعت ان كل حاجاته جاهزه، بس ممكن تبقى رؤيه جهاز فني ما يلعبوش يعني، لانه جاي لسه ما بلش تمرين. هنعرف مع مراسلنا في ارض الملعب فاروق صلاح ونورهان طمان، اكيد هيقولوا لنا ايه الوضع. بس اعتقد الجيش من غير برضه محترف. محترف هو الجيش حتى السفات ما كانش معاه، ما كانش يعني سياسه النادي طلاع الجيش انه ما بيجيبش اجانب. بس المباراه منظومة يعني عسكرية محترمة يعني برضه، بس المباراة صعبة النهاردة. صعبة وانا صعب. ودي بداية الصعب، لكن هي برضه لا تصنف الا مباراة صعبة، لكن مش صعبة قوي او يعني مستحيل. مباراة مباراة صعبة يعني، مش اتحاد مش زمالك يعني، لكن هي تعتبر مباراة صعبة، لكن انا اعتقد ان الفريق على قد المسؤولية ان شاء الله. الاستفادة يا كابتن، الاستفادة من مباريات زي دي مع الدفع بالصغيرين اوقات كبيره بثقه زي ما قال كابتن طاهر رجب، مباراه فاتت خدوا ثقه كويسه جدا، المكاسب الحقيقيه دي يعني شايفها في محلها في وقتها ولا لا؟ طبعا في وقتها، هو خلاص احنا في وقت احلال وتجديد بالنسبه للفريق في معظم اللعيبه. وهو كمان الظروف ساعات بتخدم، وقد تكون انت مريت بهذه الظروف. ازاي بتخدم؟ ان لعيبه المنتخب لازم ياخدوا راحه اجباريه، فلازم نزق بناس. صحيح. ففي ظروف بتخدم، فلازم الانسان لما تجيله الفرصه لازم يمسك فيها بكافه، لان لن تتكرر. صحيح. لازم الانسان يحط في يعني لازم اللاعب يحط ان الفرصه لن تتكرر كثيرا، فلازم يمسك فيها ولازم يثبت ان هو استحق. انا استحق هذه المكانه. صحيح يا كابتن، ويبقى في مكان اكبر من تيشيرت النادي الاهلي. في حيره يعني الغيره برضو. صحيح. انا بغير على الفانيلا وغير على عايز العب، ولكن الاولاد كلهم كويسين، روحهم حلوه، طالعين مع بعض بيشجعوا بعض، يعني في ظاهره حلوه. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان كابتن سلعاوي كان من الجيل، اخر جيل فاز ببطوله افريقيا سنه 83 باسكندريه، اخر بطوله افريقيا لكره السله للاسف احنا حصلنا عليها، وكانت بطوله افريقيا بطوله افريقيه بقى يعني، مش كانت مؤهله الاولمبياد. الاولمبياد يعني بطوله افريقيه كابتن طاهر، مش بطوله ليها مش افريكان ولا افرو باسكت ومش مؤهله لشيء. 83 كان كابتن سلعاوي كان من هذا الجيل الرائع الحقيقه اللي احنا بنعتز بيه. لوس انجلوس. لوس انجلوس، راح لوس انجلوس 84، ومش كده بس، وبقى الهداف لوس انجلوس كمان كابتن سلعاوي، وسبليت كمان. انا فاكر ان سبليت برضك حققنا مركز كويس، والله فعلا مركز ثالث، وكان مركز ثالث ميداليه برونزيه. كان سنه 79 سبليت دي كانت يوغوسلافيا القديمه. يعني طلعت اليونان الاول، يوغوسلافيا الثاني،
مصر الثالث. تاريخ تاريخ وللاسف احنا وجبنا ورا تركيا بقى وفي كذا فرقه من البحر الابيض. اتمنى ان الباسكت يرجع تاني يعني السابع عهد. واحنا كنا لما بناخد ثالث افريقيا ولا نهائي بنبقى زعلانين يعني. السنه دي المنتخب واخد ال11 ما تقوليش ابدا انها بطوله مش مهمه. معلش انا بقول الكلام ده يعني اسم مصر اهم من اي بطوله يعني. اسم مصر وانا بشارك باي تي شيرت مصر ما تقوليش بطوله مش مهمه بطوله مش مؤهله لحاجه. انا اقدر كل ده ولكن ان انا رايح اسم مصر اسم مصر لو مش هتحط في مكانه الصحيح الملائم هو ده اكبر بطوله. انما ده رايي معلش انا مش عايز يعني اتكلم كتير بس هو ده رايي يعني. المهم يا كابتن احنا خلينا في مباراتنا نادي طلائع الجيش او دلوقتي يا جماعه هل القوائم جاهزه نستعرضها مع حضراتكم يا جماعه؟ طيب هنشوف لو القوائم جاهزه عشان نشوف نستعرض مع حضراتكم. هتفاجئوا طبعا نادي طلائع الجيش بيضم عدد كبير جدا من النادي الاهلي كلاعبين وايضا من الجهاز هتشوفوا لما نستعرض مع حضراتكم. يمكن يا كابتن السنه اللي فاتت عرضنا الموقف شبيه بده. كان عندنا اصابات 7-8 اصابات. ما كانش بمزاجنا بقى زي ما كابتن سلاوي بيقول يعني. كابتن سلاوي بيأيدني في الكلام. كان غصب عنا باي فورس عندنا 7-8 لعيبه مصابين واضطرينا ندفع بالناشئين. يعني النهارده بنحط الموقف ده بمزاجنا دي استفاده. طبعا دي استفاده بكل سوز. انا زي ما قلنا برضك حتى في الماتش اللي فات ان في الكريتيكال تايم الولاد دي هتشيل وبشكل الدوري اللي هو ان انت بتوصل لغايه دور الثمانيه مثلا في السوبر على فرض غير طبعا المرتبط وعندك كاس مصر وعندك البطوله العربيه يعني زخم من الماتشات كتير جدا. صحيح. محتاج كل لعيب وهيجي لك برضك ممكن تيجي لك اذا كانش الظروف زي السنه اللي فاتت كده في الاصابات هتحتاجهم في ماتشات كتير لان طبعا لما توزع الحمل على اللعيبه ده مهم جدا طبعا. فانت عايز دول يشيلوا فلازم من دلوقتي اجهزه بالظبط. صح. هو ده الفرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت لما انت حضرتك جالك اصابات كتيره اضطريت غصب عنك تلعب لكن مش من الاول الموسم انت بتلعبهم. صحيح. فرق كبير. صحيح. صحيح يا كابتن برافو عليك. كابتن طاهر اجل حضرتك يا ريت نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني للنادي الاهلي. اتفضل كابتن طاهر. الجهاز الفني للنادي الاهلي طبعا الكوتش الجديد المدير الفني الاسباني جوستي بوش مدير فني، احمد الجرحي مدرب عام، رامي الدياستي مدرب، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد علي مخطط احمال وده برضك جديد، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق برضك ده جديد، نادر خزام اخصائي تغذيه، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، حامد الكاس مهمات. هو بداله جمعه النهارده تقريبا. جمعه. هو يمكن طبعا الجديد على الجهاز طبعا مستر اجوستي بوش هو طبعا الجديد على الجهاز. رامي الدياستي هو جديد على الجهاز. محمد علي مخطط احمال جديد السنه دي على الجهاز. الدكتور محمد جاد طبيب الفريق طبعا جديد على الفريق. خلينا يا كابتن نروح ليه الجهاز الفني نادي الجيش. الجهاز الفني نادي الجيش بيتكون من العقيد وائل لطفي رئيس جهاز كرة السلة، مقدم محمد أحسن محمد أحمد الشرقاوي مساعد رئيس الجهاز، طارق خيري الغزال مدير فني، أحمد الجزار مدرب عام، إسلام علي مساعد مدرب، إسلام سيد مخطط أحمال، ناصر عناني المدير الإداري لجهاز كرة السلة، محمد ربيع إداري فريق، وليد عبد الوهاب رئيس الجهاز الطبي، الدكتور احمد محمد عبد الغني اخصائي تاهيل، اسلام عفيفي اخصائي الفريق. محمد عبد السميع مهمات. كابتن طاهر يمكن انا بس عايز اعلق على حاجه قبل ما نستعرض بقيه القوائم طبعا سواء قائمه سله الاهلي وبعد كده قائمه سله نادي طلائع الجيش. يمكن يا كابتن الاحصائيين في الفرق يمكن يا كابتن طاهر كل الرياضه دلوقتي مش الباسكت بس هو لغه الارقام بالظبط. وللاسف احنا حتى الان كاتحاد ما عندناش احصائيات بتتحط على الموقع بشكل دوري يعني. انت لو رحت على الدوري الاسباني تقدر تعمل كليك من 10 سنين 15 سنه تجيب احصائيات لعيبه كانت موجوده. احنا حتى الان ما فيش احصائيات مسجله نقدر بيها نعتمد على احصائياتنا او الاتحاد الدولي يقدر ياخدها من عندنا فبنضطر الفرق تعمل هي هذه الاحصائيات. دور الاحصائي بقى اساسي في الفرقه ويمكن الاجانب بيتميزوا بالاستماع جيدا
للإحصائيين، شايف دوره إيه الإحصائي دلوقتي مع المدرب الجديد الأجنبي؟ لا ده دوره كبير جدا، لأنه بالضبط هو بيعمل ستاتيستيك وبيعمل إحصاء للماتشات عموما، وبيجيب الأفلام دي أو الداتا دي ويقطعها ويحطها في ترتيب معين، بحيث إن هو تديله حتى لو انت جمعت الفرقه وقعدوا يتفرجوا على الحتت المقطعه اللي هو طلبها منه، او هو عموما ستاتستيك فيها حاجات كتير زي الريباوند زي الثري بوينت زي التو بوينتس، ده بيغذي المدرب على طول في اثناء الجيم بالفاولات بالتقطيع. ده هو اهميته في ان التركيز بيلخصك عشان ما تقعدش تتفرج على الماتش وانت تطلع والذاكره مش هتخدمك، انما اللي هيخدمك هو الراجل بتاع الاحصاء، لان دي شغلته. وشغلته بتبقى فوكس على حاجات معينه عموما بالنسبه لكل لعيب، وزي ما قلت حضرتك ان ممكن ده لو اتحط على مواقع وبتاع بالنسبه لمنتخبات مصر او بالنسبه اكيد هيفيد السله، هيفيد طبعا طبعا اكيد هيفيد احصائيتها، هي كره السله زيها زي اي رياضه، هي ارقام. هو شغله كمان بيبقى ليله المباراه، نعم، هو اللي بيقطع ويبعت المدرب، ويبقى مدرب من خلاله بيقدر يدي التعليمات للعيبه، خلي بالك من فلان، ده بيعمل كده، ده بيعمل، يعني ليه عامل اساسي مهم. كبير جدا جدا. واثناء المباراه بيغذي الراجل، يعني هو اللي يعني هو اللي بيغذي الراجل بصفه مستمره عن الفاولات. اذا دور الاحصائي لم دور يعد ابدا دور مكمل، هو دور اساسي. لا لا لا، دور اساسي طبعا طبعا. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره. النادي الاهلي وطلائع الجيش في كره السله بطوله القاهره، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بفكركم ان شاء الله هنذيع النهارده مباراه كره السله باذن الله الاهلي وطلائع الجيش في اطار تصفيات بطوله منطقه القاهره لكره السله. المجموعه او المجموعه بتاعتنا بيشارك فيها طبعا مصر البترول او النادي الاهلي، بعد كده مصر البترول، بعد كده نادي طلائع الجيش، وفي فريق مصريه للاتصالات ونادي القاهره. دي مجموعتنا، والتصفيات بتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل. مباراه النهارده هي المباراه الثانيه. المباراه الاولانيه للنادي الاهلي كانت اول امس، كانت مع مصر البترول وفزنا، والمباراه الثانيه النهارده ان شاء الله امام طلائع الجيش. كابتن سلاوي، يمكن اجل حضرتك محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه سله رجال الاهلي النهارده اللي هتشارك في المباراه. اتفضل كابتن. ماشي. كريم حاتم، عبد الرحمن حسام، ابراهيم الجمال، احمد مهيب، مؤمن طارق خيري، عمرو زهران، محمد ابو النصر، ويوسف حامد، ومالك ابو الفتوح، ومروان سرحان، وسيف صلاح، وسيف سمير. اذا يستمر غياب رباعي المنتخب. واعتقد ان في شك على احمد مهيب، ممكن ممكن احمد مهيب ممكن ما يلعبش. لو ما لعبش في الولد اللي هو خرج تقريبا، يوسف حامد يوسف حامد. وفي ابراهيم علاء زهران خرج من التشكيله المره اللي فاتت. ابراهيم ليه بقى ابراهيم؟ وده سفر لسفره NBA أكاديمي. مع ولد برضه انا اعتقد ان هيبقى مستقبل في النادي الاهلي، سيف قيدار هنداوي. سافروا الاثنين من النادي الاهلي لحضور المعسكر ده في السنغال. لعيب كويس، لعيب اساسياته كويسه، وان شاء الله نتمنى له كل خير يعني ان شاء الله. كابتن، اذا يستمر غياب ايضا رباعي المنتخب عمر طارق وهاب امين وعمر الجندي وعمر عزب. عزب بخلاف عبد الله نصر، بس مش عارفين ليه غايب الماتش اللي فات والماتش ده، هنعرف من المراسلين في ارض الملعب. كابتن طاهر، مودي الجرحي طبعا، بخلاف مودي الجرحي طبعا. مودي الجرحي مصاب، شفته. واحمد حمدي، واحمد حمدي برضه اصابه برضه. طب اجي الكابتن طاهر رجب. كابتن، يمكن محتاجين نستعرض قائمه سله رجال نادي طلائع الجيش. اتفضل يا كابتن طاهر. لعيبه الجيش: محمد فؤاد، اسامه بلال، محمد يحيى، محمد منصور، هادي اسامه عبد الرازق، معتز مشعل، زياد الدهشان، ابراهيم هشام امين، محمد خالد القوصي، عاصم قاسم محمد، محمد عزت احمد، احمد علي فهمي ملقب ببرغوت اهو، محمود رمضان عبد الحميد، شريف الضياستي، احمد حاتم عبد اللطيف،
محمد اشرف، كريم حلمي اعتقد لسه ممكن يعني ناشئين دول. لا احمد حاتم يعني عبد اللطيف، لا احمد حاتم ده اللي كان مع الزمالك السنه اللي فاتت اعتقد السنه ان شاء الله، وانتقل لطلاع الجيش. وشريف الدياصري ايضا لاعب نادي سموحه واللي انتقل للجيش ايضا. وبرغوته وبرغوته لاعب نادي الزمالك. لا برغوته كان في الزمالك ولا راح اخر سنه في الزمالك؟ اهلي سموحه بعد كده راح سموحه، بعد كده سموحه، بعد كده الجيش. وناشئين نادي الزمالك. يمكن اكبر اللاعبين هو محمد فؤاد يا كابتن، ولا انا بتهيأ لي؟ محمد فؤاد هو بتهيألي هو اكبر اللاعبين، ويمكن هو كابتن الفرقه. بتهيألي هو، وهو من احد اللاعبين المميزين جدا على شخصيه فرقة. ممتازه. وخلينا نقول زياد الدهشان من ابن نادي الاهلي طبعا، محمد خالد القوسي ايضا ابن كابتن خالد القوسي من ولاد النادي الاهلي. هادي اسامه عبد الرازق، هادي صح، هادي اسامه كان صانع العاب النادي الاهلي صحيح. يعني مجموعه كبيره، زائد الجهاز الفني ايضا من النادي. والدياستي والدياستي شريف طبعا، شريف الدياستي شريف. والمفارقه ان شريف الدياستي اخو كابتن رامي الدياستي المدرب، مساعد المدرب في فريق النادي الاهلي. مساعد المدرب هو زاد كابتن طارق خيري مدير فني طبعا، مدير فني سابق للنادي الاهلي، وكان لاعب مميز في النادي الاهلي، وابنه بيلعب في الفريق الاول دلوقتي. طب كباتن استاذنكم، يمكن ابتدي بكابتن طاهر. المباراه اللي فاتت كان طبعا شهدت مشاركه عدد كبير من الناشئين، وفي لعيبه كانت صاعده يعني زي بودي حسام كان لسه اول سنه ليه. دي لقطات من المباراه، وده ملخص المباراه اللي فاتت. في لعيبه اول سنه تلعب في الدرجه الاولى، فدي حقيقه ما بعتبروش لاعب درجه اولى، بعتبره لسه لاعب ناشئ. شايف يا كابتن مين اللي تميزوا الماتش اللي فات في الاداء وكانوا موفقين في المباراه اللي فاتت من ناشئين؟ من ناشئين كان عمرو زهران كان كويس قوي، وكان في الاوفنس بالذات كويس، وحتى اخوه الاصغر منه ابراهيم برضك على زهران ما كانش وحش، يعني هو جاب له بتاع 4-5 بونت بس برضك اجاد. في عندنا برضك زي ما انت شايف برضه في ابراهيم الجمال، لا وبودي حسام. احنا بودي حسام انا ما بعتبرش بودي حسام لعيب درجه اولى، لان هو اول سنه هو مش ايام كان بيلعب 20 سنه. لا هو ومالك ابو الفتوح برضه كان مالك كويس، كان كويس قوي الريباوند كمان بالذات، هو لعيب لمستقبل كويس الولد، كويس خاصه يعني. في ندره مركز اربعه احنا عندنا ندره في مركز اربعه. ويمكن يا كابتن سلعاوي برضه مش بس الناشئين، عشان بس ما نخفقش حق اللعيبه الكبار، يمكن الماتش شاهد تالق وعوده يعني بشكل جديد نيو لوك لابراهيم الجمال. هل كابتن مستر اجوستي هينجح بشكل كبير جدا واللي احنا شايفينه حتى الان في المباراه اللي فاتت؟ هو ناجح؟ لا هو اعتقد اعاده اكتشاف ابراهيم الجمال ده شيء اساسي للكلام اللي بتقوله، بس انا شايف وعارف وعلى ثقه ان ابراهيم الجمال اشتغل على نفسه كويس 3-4 اشهر اللي فاتوا. طب تصدقني يا كابتن لو قلت لك ان ابراهيم الجمال يعني بدنيا ما عندوش مشكله وفنيا ما عندوش مشكله، يمكن مشكله ابراهيم كانت نفسيه؟ صدقني ممكن كده. ممكن لا هي ثلاث حاجات بدني ونفسي هو مهاري. اولا ما عندوش زياده في الوزن، لا اتحرك كويس، لا هو اشتغل على نفسه كويس، بس هو نفسيا تحسه انه متظبط مع يعني يمكن السنه دي داخل بعزيمه شويه، عنده اراده يعني عندي 3 بوينت للجمال. هو لعيب مؤثر سواء في النادي او في المنتخب، هو لعيب كان يعني لعيب مؤثر، فشيء طبيعي لو اللي يرجع، شيء طبيعي صحيح. جدا انه لازم يرجع صحيح. فخلينا نتكلم برضو كمان عن شفنا ابو النصر الماتش اللي فات لعب بتهيألي بس لعب على فترات بسيط يعني تحس انه مش جاهز يعني لسه مش ابو النصر اللي هو المقاتل اللي هو اللي احنا كنا السنه اللي فاتت يعني لكن بدايات، بس هو مش جاهز يعني بدايات. مش جاهز فنيا، يمكن الكابتن ما اشركوش كتير، يمكن عنده اصابه، عنده شد، يعني في حاجه ابو النصر ما كانش. وبرده سيف سمير ما اشتركش، سيف سمير من الركائز الاساسيه للنادي الاهلي. يعني ليه بقول كده؟ بقول ان دي يا كابتن طارق زي ما حضرتك قلت ان دي مقصوده، يعني هو كان ممكن يرمي سيف سمير طول الوقت في الملعب والجمال ويرمي اللعيبه الكبار، ولكن هو حتى وابو النصر ولكن هو تعمد انه ما يرميش الكبار يعني على مراحل يعني سمير، حتى سيف سمير برضك نزله في اوقات معينه وبتاع، واحنا لا ننكر ان سيف سمير ده شايل الاهلي بقاله 3-4 سنوات وعليه عبء كبير بالذات في مركز 5. صحيح يعني يمكن جه السنه اللي فاتت معاه عمر طارق يعني سند معاه جامد، هم الاثنين شايلين، بس قبل ما يجي عمر طارق وهنا في ندره في مصر في البوزيشن 5 ده. طب يا كابتن رايك في سيف صلاح؟ يعني يمكن اول مشاركه ليه كانت الماتش اللي فات، سيف صلاح عودته من هو عموما يعني ايه، انا اعتقد ان هو خبرته لسه
مش كبيره انما هو لو اشتغل على الدنك اللي حطه يا كابتن ده اليوب اللي حطه هو ده دي كره خدوها لنا تاني يا جمال علقها له علقها له عمرو علاء زهران ايوه عمرو علاء زهران وحطها بشكل جميل جدا يعني انما هو لسه عاوز شغل برضك وان ياخد خبرات معينه حضرتك كنت جبته من طنطا كابتن صح كان جه من طنطا من سنتين بالظبط يعني هو السنه اللي فاتت لعب درجه اولى لعب درجه اولى سنتين 20 وطلع سنتين 20 والسنه دي وطنطا خرجت دي رابع سنه دي لان هو سنتين 20 وطلع بره سنه او سنتين ورجع السنه ويوسف حامد برضك ده ولد عنده 17 سنه ويعني الى حد ما بقاله اربع سنين بالكتير بيتعلم باسكت بص الاليوب دي يا كابتن الاليوب دي بتاعت عمرو علاء زهران يعني تحس ان يوسف سيف عنده سيف صلاح عنده يعني الجامب بالهوبس بتاع الباسكت بالنطه عنده يعني لو خد شويه خبرات طويل وجامبه عالي ما شاء الله هو يقدر بعد كده هو لو اشتغل واداله الفرص دي فرصه وخد الخبره الفنيه في الملعب عنده يعني حاجه زي الدنك دي رغم ان هو ممكن ما جابش باسكت تاني او حاجه انما تديله يعني تديله ثقه الله ينور عليك كابتن يعني لو شافها مرتين ثلاثه هيحس بتاعها يجي دلوقتي يديله في ماتشات هيديله وقدام هيديله طب يا كابتن لاحظ لي حاجه برضو حضراتكم طبعا مدربين كبار واساتذتي شفنا مستر اجوستي على البنش ما بيوجهش اي انتقاد او لوم لاي لاعب يعني شفناه على الخط وبامانه عشان اقول كلمه الحق حتى هو في نادي الزمالك ما كانش عنده بيدي ارتاحيه للاعب يعني بس شايف ده شايف دي يا كابتن زمان شايفها ظاهره لا ظاهره كويسه هي المدربين مدارس وبتختلف من مدرب مدرب لاخر في طريقه رد فعله على الغلطه اللي بتحصل او التوجيه فهو من نوعيه الناس اللي ما تحاسبش بس انا ضد ابدا النوعيه او المدربين اللي بتبقى على الخط ليها رياكشن على غلطه اللاعب انا غلطت ليك الحق والمطلق الحر طلع لي بس من غير ما تشوح لي او من غير ما تقول لي انت شوح لي انا هغلط تاني وتالت ورابع وساعات برضو بتدخل بتبقى في عمليه رد فعل يعني ايه في رد وجذب بين المدرب وبين اللعيب اللعيب بيخرج عن اطار الجيم اللي هو نازل عشان يؤدي عشان يبسط الناس عشان يكسب فرقته صحيح فبتبقى يعني لكن اللي انا ملاحظه كمان بصرف النظر عن النقطه دي في نقطه تانية مهمه جدا هي ان البنش ما فيش حد واقف ما فيش الا المدرب هو اللي واقف بس كجهازه اللعيبه السنه اللي فاتت احنا كنا في نفس المكان هنا وكنا برضو بنشتكي من موضوع البنش يعني بص البنش اهو رجعوا لي الكره دي تاني يا جماعه هتلاقوا بنش النادي الاهلي كله قاعد بس اقول لك كابتن في مدربين يقول لك انا عايز البنش مولع عايز البنش واقف مولع شيء وان واقف على الخط كلهم شيء يعني واقف على الخط انت فهمت قصدي حضرتك يعني ان هو يشجع ويشجع يدوا الفرقه لا بس ما يوجهش حد لا ما فيش حد انا اللي بتكلم انا اللي بتكلم بس طيب دي مدارس برضو يا كابتن طه برضك مدارس لان في ناس بتحتاج ان يبقى المدرب المساعد او المدرب العام برضك يديله ملاحظه يديله معلومه يديله ستاتستيك معين ممكن هو مش هيقدر ياخده فدي مدارس في ناس محتاجه يعني بالما كان في ناس المدرب اللي كان معاه كان ممكن يقوم يتكلم معاه شويه يقوم يديله ستاتستيك المساعد بتاعه اللي كان برتغالي برضك اعتقد كان برتغالي كان بيقوم وبيديله ستاتستيك او بيديله حاجات بيبقى كان كاتبها وممكن يعني دي طريقه معينه لكل مدرب هو بيعود عليها الجهاز بتاعه صحيح. وفي ناس بتستنى في التايم اوت تيجي تدي له الملاحظات كلها وفي ناس ساعتها يعني حسب دي مدارس بتختلف من شخص لاخر طب كابتن لكن رده الفعل هي اللي برضو الاساس طب كابتن عندكم اخبار اذا كان انا سمعت يعني برضو عشان نشارك الساده المشاهدين سمعت ان ممكن يكون في احتمال تغيير ارضيه الملعب الكلام ده سمعتوه هل في احتمال كده هو سمعته؟ كان المدرب بالما البرتغالي كان طلب تعليق على ارض الملعب تعليق لان طبعا كانت المشكله بتاعت الاصابات اصابات كتيره اصابات كتيره نتيجه ان الترسان دوت طبعا هو مش قانوني لان المفروض ان الاتحاد الدولي او بتاع بيجبر اي بطوله دوليه تتعمل تتعمل على باركيه كره سله كرة سلة كرة سلة لازم
تكون باركيه. لا الارضيه دي ممكن تتلعب. لا الثانيه بتكون بساط. البساط بيتفرش الهاندبول لغايه البطوله ما تخلص ويتشال. نعم. او لو الهاندبول بس بالبساط بيفضل مستمر. بس متهيألي يا كابتن الباركيه هو الارضيه الوحيده المناسبه لكل الفرق، يعني ممكن اليد يلعب على باركيه عادي. والاريح بالنسبه للملاعب. فعلا. طبعا. لانها بتمتص الصدمه، يعني انت بتنزل اصلا هي بيبقى في علفه تحت الخشب والخشب فوقيه، فبيبقى في مجال تاخد حنينه معاك. بالظبط بالظبط. الثانيه بتقفش زي ما رجليك ما بتتزحزحش او ما في رد فعل جامد بيبقى في الظهر وفي الركب بالظبط. بتتاثر المفاصل كلها. انا سمعت انه احتمال كبير. احتمال كبير. احنا سمعنا ده يا ريت. اكيد هتتغير. وزي ما قلت حضرتك ملاحظه كويسه ان الباركيه ده ممكن يتلعب عليه فولي. صحيح. وممكن يتلعب عليه هاندبول. ويتلعب عليه. وكان الجامعه الامريكيه بهذا الشكل. انما يعني العكس مش صحيح يا كابتن. يعني الارضيه دي ممكن تناسب مثلا الطايره بس، وبرغم كده الطايره بتشتكي من الارضيه من نوعين. طبعا. وممكن بس ما تناسبش السله. يعني بيدي السله ما تعرفش تلعبها. حتى رد فعل الكوره على 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 الفلورا او على الارض بتبقى مختلفه تماما. انا اقول لك كابتن لما كنا بنسافر زمان، يعني حتى شفنا بطوله افريقيا في رواندا ملعب باركيه. لا هي كمان هي الباسكت والفولي معظم كله نط، فالنط ده كله بيسمع في ظهرك. صحيح. بيسمع في ركبك. يعني بس اللي هو الاتحاد الافريقي سوري، يعني الاتحاد الافريقي ما بيلزمش. يعني مثلا في بطولات كانت بتتعمل. دلوقتي لما جابوا الارضيه الجديده اللي هي بتتركب وتتشال. انما كان الاتحاد الافريقي ما بيشترطش، وكنا بنلعب على ترتان. انما الاتحاد الدولي طبعا بس لا يمكن. بس دلوقتي بيشترط بتاعك دلوقتي انا عندي امبارح انه بيشترط بطولات افريقيا تتعمل على باركيه. طب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم تغطيات المستمره الاهلي وطلائع الجيش في كره السله في اطار بطوله القاهره لكره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن سلعاوي، يمكن الكوتش اجوستي بيعتمد بشكل كبير جدا على الارتداد الدفاعي السريع والهجوم السريع ايضا، يعني هو مش مدي خطط كتير. احنا شفناش خطط لسه كتير. شفنا تحول من الدفاع لهجوم وهجوم لدفاع. ديفنس كويس خد الكره اجري تجري وفاست بريك. فهل ده نظام مناسب لكل المباريات ولا شايف النهارده كان لازم يكون عندنا خطه واثنين وثلاثه؟ لا لازم طبعا، ما فيش لازم يبقى في خطط، لان افرض الحلول الفرديه وقفت. ما هي الترانزي اللي هو التحول ده حلول فرديه. انا بعمل ديفنس بعمل دفاع كويس بقطع الكوره بجري. لكن لازم يكون في خطط للخطط وفي حاجات يعني في الاوقات الحرجه، ولازم تكون موجود خطط علشان تقدر تنفذ تعليمات او فكر المدرب. ودي لقطات يا كابتن سلعاوي من ارض الملعب حيه من تسخين طبعا فريقي طلائع الجيش والنادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين برضو يعني واضح ان يعني خلاص يعني ممكن 10 دقايق ولا حاجه، لان ما بنخشش على مرحله اللعب السريع ده لما بيبقى 10 دقايق ولا حاجه على نهايه على بدايه اللقاء او نهايه فتره التسخين. يعني فبقول لك كابتن يمكن هو ما لحقش يقول حاجه، يعني خلي بالك كوتش اجوستي فرقته ناقصه. ما هو في حلين. اللي هو يعني هو لا ما لحقش يقول حاجه، لما مش عايز يقول حاجه دلوقتي عشان ما يكشفش. صح. لسه بدري ولسه في الاول ولسه مرحله بشوف اللعيبه وبشوف ايه الاخبار لكن اعتقد ان الخطط من العوامل الاساسيه في نجاح اي فرقه. صحيح. لان لها وقتها برضه. صحيح. يعني كابتن طاهر راي حضرتك ايه؟ هل ده يعني زي ما انت بتقول يعني او زي ما كابتن سلعوي بيقول انه انا دافع واجري محتاج خطط هجيب في وقت محتاجها؟ بس انا شايف عبد الله النصر بيسخن يا كابتن على فكره هناك لابس تيشيرت اسود. عبد الله النصر هيلعب النهارده زي ما كابتن احمد الجريح قال الماتش اللي فات. موجود في الارض. اتفضل يا كابتن طاهر. انا بنتكلم على اساس ان دي من اساسيات الباسكت، ان انت تجيب تعمل ديفنس قوي تجيب ريباوند وتطلع الكوره فاست بريك. لو وجدنا هنلاقي معظم النقاط المسجله هتبقى من الفاست بريك. الماتش اللي فات كان كده كمان. ده طبيعي. يعني ان الفاست بريك ده مهم جدا، وهو بيبقى له حتى رولز وبيبقى له خطط او اصول معينه بيتمرنوا عليهم، فهو بيمرن على الاساسيات دي. دلوقتي لغايه لما يكتمل بقى لعيبه المنتخب ولاعيبه لو
مصابة لعيبة تكمل، يبتدي هو يدي الخطط في الأوفنس معينة، يبتدي برضك يدي خطط في الديفنس. دي يعني في خطط في الديفنس طبعا، بريسات مش الزون ديفنس ساعات، لأن هو كان بيستخدمه برضك قبل كده في نادي الزمالك. فالحاجات دي لما تكتمل الفرقة، إنما البيزس بتاعت الديفنس أو الأساسيات بتاعت الديفنس، السياد بتاعه الاوفنس والفاست بريك، هي دي اللي بيركز عليها. صحيح، يعني مراحل. يعني هي مراحل، يعني متهيألي هو ده المرحله اللي بيبني عليها. بس هو طبعا قرار جريء منه انه يشارك في المباراه دي، يعني برضه هو لسه مش مكتمل الصفوف، وكمان ده احنا عندنا بطوله عربيه بعد 3 اسابيع. 29 3 اسابيع بالظبط، احنا النهارده 8 و3 اسابيع بقى 29. في مجموعه تلعب في الاتحاد وفي مجموعه تلعب في برج العرب. طب خلينا نروح لفاروق صلاح مراسلنا من ارض الملعب ونورهان طمان ونعرف منهم الاجواء. اتفضل يا فاروق. كل الشكر ليك يا كابتن هيثم، والشكر ايضا موصول لضيوفك الكرام كابتن طاهر رجب والكابتن محمد السلعاوي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. برحب طبعا بالزميله العزيزه نورهان طمان. وخليني في البدايه قبل ما نتكلم على المباراه اقول لك يا كابتن هيثم، كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد سعيد، وسنه جديده ان شاء الله في حياتك يكون كلها نجاح وخير وسعاده. احنا طبعا النهارده موجودين في صاله الامير عبد الله الفيصل، ومباراه الثانيه لفريق النادي الاهلي في بطوله منطقه القاهره امام فريق طلائع الجيش، عقب المباراه الاولى اللي كان خاضها فريق النادي الاهلي امام فريق مصر البترول، وانتهت بفوز النادي الاهلي 67-45 في اولى بدايات المباراه الرسميه لمستر اوجوستي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. يعني نورهان حطينا في الصوره بشكل اكبر على فريق النادي الاهلي واستعداداته، وطبعا بعد البدايه الاولى كانت امام فريق مصر البترول. طبعا زي ما احنا شايفين يمكن في الخلفيه هنا في يعني صاله الامير الفيصل عبد الله الفيصل، يعني استعدادات قويه جدا للفريق. ويعني يمكن اتكلمنا شويه قبل المباراه مع المدير الفني حول الغيابات والقائمه، يمكن خلينا نفكركم بقائمه الفريق معانا. يعني في قائمه المباراه النهارده كريم حاتم، عبد الرحمن حسام، ابراهيم الجمال، عبد الله ناصر، مؤمن طارق، عمرو علاء، محمد ابو النصر، يوسف حامد، مالك أبو الفتوح، مروان سرحان، سيف صلاح، سيف سمير. سألنا المدير الفني عن الوافد الجديد مايكل توماسون وإذا كان هيشارك النهاردة ولا لا، قال إن هو لسه ما قررش مشاركته بصورة رسمية حتى الآن، ولا زال اللاعب يعني يمكن المدير الفني هيكون الأيام المقبلة ليه إن شاء الله يعني ظهور مختلف معاه الأيام المقبلة. يعني استكمالا للنقطه اللي اثرتها زميلتي نورهان يا كابتن هيثم، اكلمك برضو على الغيابات اللي النادي الاهلي بيغيبه النهارده عن فريق النادي الاهلي. طبعا بيغيب احمد حمدي للاصابه، وهقول لك ان هو خلال 10 ايام ان شاء الله هيعود للمشاركه مع الفريق في التدريبات الجماعيه. ايضا مودي الجرحي خلال 4 ايام ان شاء الله هيعود للفريق. طبعا مجموعه اللاعبين اللي لازالوا في فتره الراحه بعد المشاركه مع المنتخب المصري، ايهاب امين، عمر عزب، وعمر الجندي، وعمر طارق، ولاعب عبد الله ناصر، بالاضافه النهارده للاعب بيبو ابراهيم علاء زهران اللي طبعا بيغيب النهارده عن اللقاء لظروف سفره الى السنغال لمشاركه في بطوله ال NBA اكاديمي اللي هتكون لمده اسبوع. عايز اقول لك برده من النقاط المهمه جدا اللي اشتغل عليها مستر جوستي بوش مع اللاعبين خلال الفتره الماضيه، طبعا كان بيبقى في بعض الفترات التدريب على فترتين، يعني رفع المعدل البدني للاعبين، ايضا المحاضرات الفنيه او المحاضرات اللي بيعملها مع اللاعبين لتصحيح الاخطاء. يعني عقب نهايه اللقاء مصر للبترول طبعا الفريق الثاني في تدريباته، ومستر يعني جوستي بوش عرض للاعبين الايجابيات والسلبيات. طبعا من النقاط المهمه جدا اللي هو اشاد بيها في محاضرته مع اللاعبين ان الرهبه بالنسبه للاعبين الجداد اللي شاركوا سواء مؤمن طارق خيري او عمر علاء زهران او بيبو او مؤمن طارق خيري او يوسف حامد او اللاعب مالك ابو الفتوح، اشاد بان الرهبه بالنسبه لهم تلاشت مع المشاركه الاولى في اول اللقاءات. ايضا يعني من بعض الجمل او الحاجات الفنيه اللي اشتغل عليها طبعا ازاي استغلال الرميات الثلاثيه من زوايا مختلفه وبمسافات مختلفه، وايضا استغلال يعني الدفاع المحكم والارتداد السريع لبناء الهجمات. افكرك بنقطه مهمه جدا برضو يا كابتن هيثم، ان اخر 4 لقاءات او مواجهات جمعوا ما بين الاهلي وطلائع الجيش كان النادي الاهلي فاز في 3 مواجهات، بينما كان انتصار وحيد لفريق طلائع الجيش، و
كانت بنتيجه 78-76، بينما النادي الاهلي فاز في ثلاث مواجهات بنتيجه 86-63، 94-64، 92-76. مواجهتين طبعا جمعوا النادي الاهلي امام واحد من ولاد النادي الاهلي الكابتن طارق خيري النهارده اللي بيقود فريق طلائع الجيش، مواجهه فاز فيها النادي الاهلي ومواجهه فاز فيها كابتن طارق خيري النهارده اللي بيواجه في الملعب ابنه الكابتن مؤمن طارق خيري. نورهان ايضا استعدادات النهارده الصاله يعني شفناها كان قبل المباراه المران الخاص بفريق الطائره. احنا يعني طبعا بما اننا موجودين هنا فيعني يمكن بنقول لكم الاجواء، مش بس اجواء المباراه، ما قبل المباراه كنا يمكن قاعدين بنتفرج على استعدادات الماسترز في الايام المقبله، استعدادات قويه جدا، تدريبات على اعلى مستوى. احنا يمكن حتى كنا طول الوقت انا وفاروق خايفين الكوره تكون يعني تكون من نصيبنا. يعني دي كانت معظم الاجواء هنا يعني قبل المباراه طبعا المرتقبه امام طلائع الجيش. كلمه ليك يا فاروق. كابتن هيثم، دي كانت كل التفاصيل، كل الاجواء قبل مباراه الاهلي وفريق طلائع الجيش. احنا موجودين معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. حقيقه فاروق يعني انت ونورهان لميتوا كل شيء حقيقه، ما سبتوناش اي سؤال نقدر نساله. بشكرك شكرا جزيلا فاروق صلاح ونورهان طمان من ارض الملعب. الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين الاستعدادات يعني المباراه على قدم وساق، ان شاء الله تنطلق المباراه خلال دقائق، يعني دلوقتي 6 الى 5 ان شاء الله 5 دقائق واكيد هتنطلق المباراه. يمكن مشاركه عبد الله ناصر كانت مهمه جدا يا كابتن برضو لانه بيج جاي وجاي جاهز من 3 على 3، يعني تهيألي اكيد ليها دور. هو لعيب برضو بروميسنج جدا، واعتقد ان هو ممكن يشغل المكان اللي هو فيه شورتج اللي هو 4. يعني هو كان مشارك كمان وكان شارك بايجابيه جدا في ال 3-on-3 بطوله العالم اللي اتعملت في المجر، فطبعا اعتقد المشاركه بتاعته مهمه جدا برضك عشان اطمئن عليه. صحيح صحيح، ويبتدي يخش في الماتشات واحده واحده يا كابتن ان شاء الله. طب كابتن سلعاوي، يمكن توقعاتك للمباراه؟ توقعات المباراه برضو هتبدا في بدايه الجيم، في يعني في بدايه المباراه هتبقى العمليه ماشيه يعني سجال بين الفرقتين، لكن اعتقد ان لو حصل السكور فتح شويه هيبقى في الكوارتر الثالث او الرابع. طب انت شايف يا كابتن انه ممكن لو يعني لو مشينا المباراه ايكوال للاخر ممكن خبرات لعيبه نادي طلائع الجيش تحسمها؟ لان خلي بالك احنا الخبرات الاكثر ناحيه طلائع الجيش طبعا. طبعا طبعا يعني الخبرات الاكثر زي ما انت قلت ناحيه دفه نادي الجيش، بس برضو اعتقد يعني انا ما اتفرجتش على فرقه لسه طبعا ما اتفرجناش وشفنا او ما حللناش لطلائع الجيش قبل كده، بس ما اسمعه ان فريق كويس، فريق منظم. طارق خيري من نوعيه المدربين شغلهم بيبان منظم في شغله، وفرقه كويسه جدا ومدعومه كويس، يعني احنا بنتمنى ان احنا نشوف دوري كويس السنه دي من جميع الفرق المشاركه وكده، وفي الاخر نتمنى نفوز لنادينا. اكيد كابتن طاهر، راي حضرتك وتوقعاتك للمباراه النهارده؟ انا يعني لحد ما برضك متخوف شويه ان لان فرقه الجيش خبرات زائد برضك في خبرات المدرب كراجل مدير فني للاهلي قبل كده، فهتبقى المباراه مش وان سايد جيم، هتبقى يعني صعبه الى حد ما. بس انا متهيألي يا كابتن لو النادي الاهلي عايز يفوز بالمباراه لازم قبل نهايه المباراه يكون فرق ب 10 نقاط على الاقل، لان في خبرات الناحيه الثانيه مش ايكوال، في خبرات في نادي طلائع الجيش يقدروا مشي ايكوال خطر. وده بقى اللي في دماغ المدير الفني، هو بيعمل ايه او عايز ايه، او هو مش انا يعني اعتقد ان هو مش في حسبانه المكسب والخساره في الفترة دي خالص. طبعا الفترة دي خالص هو في حسبانه هدف مهم جدا ان يطلع او يعرف كويس قوي هو هيلاعب مين وهيعتمد على مين وعنده مين وعنده مين بالظبط، بالذات كمان ان هم زادوا 2، كريم حاتم ده من البلمكرات الكويسه اللي كسبانه بطوله افريقيا تحت 18 سنه او تحت 16 سنه في اللي اتعملت هنا في مصر هو
وكان معاه كمان سيف قيدار قنداوي كويس يعني بلي ميكر كمان واعد وصاعد كويس قوي. وعبد الله ناصر طبعا هيشارك يعني الناشئين بيزيدوا مش بيقلوا. صحيح. وفي محمود وليد كمان بس ما اشتركش مش عارف ايه السبب او مش موجود الماتشين بس محمود وليد برضك تقل جامد اهو وكان مع عبد الله ناصر في الثلاثه وبدا مع وكان بيلعب مع اشرف كان بيبدا ولعيب كويس لعيب كويس ولد كويس يمكن انا اتفق مع كابتن طاهر شويه ان المباراه مش هتكون سهله خالص لانه في خبرات ناحيه كان طلع الجيش طبعا حضرتك بتقول يا كابتن طاهر وفي خبرات وحضرتك متفق معايا يا كابتن سلام لا طبعا في خبرات وخبرات وبعدين هو كمان اللي عايز اقوله ان الاهلي النادي طلع الجيش السنه اللي فاتت الفرقه الوحيده يمكن اللي كسبت الاهلي في الادوار التمهيديه فعندهم جراءه الاولاد شويه مش ما بتخوفوش ودي كانت بدايه لان بعديها خسرنا ماتشين سموحه بره سموحه وسبورتنج سموحه وسبورتنج خسرناهم بره فهو بالوضع ده لا الفريق قوي يعني خلي بالك كابتن طارق خيري مدير فني برضه فاهم فرقه الاهلي كويس والولاد من دول كتير يعني ده كفايه ان ابنه الناحيه الثانيه اكيد يعني عارف الفرقه كويس قوي وعارف اللي يقدر يعمله ايه. طب خلينا نقول انه يمكن من ضمن الحاجات المهمه في المباراه او اي مدير فني بيفكر فيه في المباراه ان هو يحافظ على اصاباته يعني انت الراجل دلوقتي مباراه مش مؤثره قوي في مشوارك يعني بتبقى خايف ان حد يصاب حد ما يبقاش جاهز شفنا النهارده مهيب برغم انه لعب الماتش اللي فات وكمله ممكن يكون او دي لقطات من ارض الملعب ممكن يكون عنده شد حس بحاجه ريحه على طول ريحه على طول هو يعني ما صدق يعني ان هو هيطلع ناشئين عشان لعب اكبر عدد من الناشئين لان هو يعني هو اكيد عنده خلفيه كويسه عن مهيبه انه لعيب كويس وشوتر وكل حاجه فطبعا المساله مش عاوز مش هيكتشف خرجوا على طول ودخل خرجوا على طول ودخل يوسف حامد على طول بالظبط يعني ما قالكش مثلا برغم انه كمل المباراه اللي فاتت ما اشتكاش من حاجه احنا شفنا المباراه مهيب التمرين اللي هو بعد المباراه ممكن حتى لو ممكن. يعني اكيد مش الحاجه الضخمه هو يعني لا 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 لا, لا حاجه بسيطه حاجه بسيطه ولكن اثر انه ريح ممكن ريح. يكون في حاجه ثالثه خالص ان هو عايز يشوف الولد يوسف حامد يديله وقت ممكن يعني برضه مش شرط يكون اصابه يعني ممكن ما يبقاش اصابه ممكن يعني قصدي اقول ان هو يعني ده واضح ان دي استراتيجيه واضح ان هي مش جايه بالصدفه لا دي جايه مقصوده انه يلعب اكبر عدد من الناس وبالتالي برضو يا كابتن مفيش ضغط عصبي يا كابتن سلام بالنسبه للعيبه ولا الجهاز ولا اللعيبه ولا الجهاز ما اعتقدش مفيش ضغط يعني مفيش اي الناس تلعب يعني الفرقه بتلعب باريحيه طلع اللي عندك يعني ابدا طلع احسن حاجه عندك خلي الناس تتفرج على باسكت كويس الناس بقى لها فتره متشوقه للكره السله الحديثه ويشوفوا وخاصه الاولاد الصغيرين دول اعتقد ان هم بيشوفوا افلام وعلى طول متابعين الدور المحترفين وبالنسبه لهم الدنيا حلوه صحيح وسهله بيتفرج بيفتح يتفرج بيحاول يقلد فالعب وامتع وابسط نفسك وفي اطار الرهبه راحت في الماتش الاولاني وكمان كمان اللي يثبت كده ان هم لعبوا كويس في الماتش الاولاني فلما بيلعب كويس اكيد الماتش الثاني بيبقى خلاص عنده ثقه في نفسه بحيث انه وده الهدف الاساسي اعتقد لمستر اوجستي ان هو حاطط يعني برضو خلي بالك هو عارف طريق الجيش هو لعب قصاده ما عارفه كابتن اوجستي طبعا طبعا لعبه ما كان ماسك الزمالك لعب قصاده وبعدين الاولاد كمان اللي انا عايز اقوله ان الماتشات دي بالنسبه لهم الحمد لله اللي هي جايه خطوه خطوه يعني صحيح. بتتدرج تدريجيا صحيح صحيح يا يعني. كابتن طيب كابتن خلاص لحظات تنطلق المباراه اعزائي المشاهدين هننتقل لارض المباراه صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره لنقل احداث مباراه كره السله النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش في اطار تصفيات بطوله القاهره لكره السله ومعلقنا الكابتن احمد مناع فالى هناك.